السيدة مشرف تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. دكتور عامل ازاي حضرتك؟ فضل ونعم الحمد لله. كل عام وحضرتك طيب واولادك طيبين ويرضى عليك الايام بخير يا رب. يسترك ربنا ان انت دعيتي لاولادي، انا بحب اللي يدعي لاولادي ويدعي لاهلي. ربنا يخليهم لك ويبارك لك فيهم ويجعلهم من عباد الله الصالحين يا رب. يا رب يا رب العالمين يا رب. يا رب. دكتور عمرو انا ليه عند حضرتك سؤالين معلش. اتفضلي. انا سني حوالي 72 سنه. لسه شابه يعني. زي السنه دي انا صمت رمضان كله وصليت وختمت القران الحمد لله، وبعدين عملت عمليه في رجلي قدم السكر. فالسنه دي بصراحه مش قادره اروح اصلي في المسجد زي كل سنه. طيب دلوقتي انا بصلي في البيت والتراويح في البيت وكله، هل ده يعني انا كده ربنا يعني راضي عني برضو ولا ايه؟ حاضر هجاوب عليكي. ربنا يكرمك. والسؤال الثاني، السؤال الثاني ان انا بصلي في البيت بس بصلي وانا قاعده، مش بقدر اصلي عشان رجلي. اجاوب حضرتك يا حاجة ام شريف، بس انا طالب منك حاجه. قبل ما اختم مع حضرتك، ادعي لابني عشان ابني في بيئه ربنا يكرمك ان ربنا يفك ضيقته. ربنا يفك ضيقته. ولو سمحت يا حاجة ام شريف بالذات انت. نعم. لو سمحت ادعي لي انا. بدعي لحضرتك والله ربنا يبارك لك. ربنا طيب. يبارك لك يا رب ويجعلهم يعملوا معانا في الزر حفلات حضرتك يا رب. يبارك لك يا دكتور. حاجة مشريف، حاجة مشريف، انا يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يديم عليكي وصلك بالله سبحانه وتعالى وكرمه يا رب، ويخليكي ان شاء الله في حال سرور وسعاده. بصي يا ستي، انت اصلا الدكتور لو كان قايل لك من السنه اللي فاتت ما تصوميش وانت صمتي فلازم كنت تسمعي كلامه. هو دلوقتي السنه دي قال لك ما تصوميش لان انت من درجة عالية من السكر، فأنت لازم تسمعي كلامه. فأنت صيامك ده في إفطارك ده صحيح، وإذا كان الدكتور قال لك خلاص أنت مش هتصومي تاني، هتطعمي عن كل يوم مسكين، خلاص خلصنا موضوع الصيام. أما موضوع الصلاة، أنت كنت بتنزلي تصلي في المسجد، أنت مش قادرة تصلي في المسجد، إن شاء الله وأنت في البيت هتاخدي ثواب الصلاة في المسجد. ليه؟ لأن العذر هو اللي منعك، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يكتب له ثوابه صحيح مقيم. فانت خلاص ان شاء الله يكتب لك الثواب صحيح مقيم، وصلاتك وانت جالسه صلاه صحيحه، لان هو دوت اللي ارشدنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الواحد مش قادر يصلي وهو قائم. وربنا يبارك لك ويجمع لك من تمام الاجر والعافيه يا حاج مشرف. نعم.